أعلن الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بيون تغيير رمز تداول شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية من باتلكو إلى بيون، وفي حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر بورصة البحرين. هذا ويعد تغيير رمز التداول تحديثا لمعلومات الشركة المدرجة في بورصة البحرين لتتماشى مع هوية شركة بيون. يأتي تغيير رمز التداول لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية من باتلكو إلى بيون مع إطلاق شركة بيون في عام 2022، والتي تشرف على مجموعة من الشركات المحلية والدولية بما في ذلك شركة باتلكو وشركات بيون الرقمية، وهي بيون ماني وبيون سولوشنز وبيون سايبر وبيون كونكت وعدد من الاستثمارات الدولية. اليوم كان حدث كبير بتغيير الرمز من باتلكو إلى شركة بيون عشان يضم الشركات الأربع الرقمية الموجودة وشركة باتلكو واستثماراتها الدولية إن شاء الله. يعني احنا اليوم دائما هدفنا أن نحسن أداء السهم ونحسن أداء الاستثمار المساهمين في الشركة، وإن شاء الله يكون يعني هذه خطوة جيدة لمستقبل الشركة. هذا التغيير في رمز التداول لن يؤثر على الهيكل القانوني للشركة أو قيمة الأسهم، وسيستمر المساهمون في امتلاك نفس العدد من الأسهم وستظل حقوقهم كما هي. تغيير رمز التداول ما راح يؤثر على سعر السهم، لأن مثل ما تفضل قبل شوية رئيس مجلس إدارة الشركة أنه السعر نفسه موجود. طبعا اليوم ارتفع 50، ويمكن هاي يكون لعوامل السوق ويمكن لعوامل أخرى، لكن إن شاء الله النفسية تكون إيجابية في التغيير، لأن يعني لما نحن نغير شيء معناته وراء التغيير في أشياء أكثر. يعني التغيير مو لأجل التغيير فقط، التغيير لأجل النهوض، لأجل استراتيجية جديدة. تلتزم شركة بيون بتطوير الشركات التابعة للمجموعة والعمل على نقل محفظة منتجاتها إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، وذلك بهدف زيادة القيمة لمساهميهم. تأتي خطوة تغيير رمز التداول لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو إلى بيون لتحديث بيانات الشركة المدرجة على بورصة البحرين بما يتماشى مع هوية شركة بيون وتعزيز مكانتها في السوق. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.